ان في انعكاس واضح جدا للشغل المحترم والمحترف اللي هو بيعمله. يعني كلنا ملاحظين اكيد ان في فرق كبير بين الموسم ده والموسم اللي قبل كده فيما يتعلق بالحالات الفرديه للعيبه. يعني كل لاعب على حده، لا في كمان لعيبه بشكل استثنائي منوره قوي بالظبط، بعد طبعا الشغل الرائع اللي عاملينه مع كولر، زي حد زي حسين الشحات، حد زي بيرسي تاو. والحقيقه كلمه حق برضو لازم تتقال، الحاله العامه للفريق ككل كلنا اكيد واخدين بالنا من هذا الامر. وبالمناسبه النجاحات اللي بتتحقق نجاح ورا نجاح اكيد دي نهايه منطقيه جدا للطريق اللي هم كانوا ماشيين فيه، فبنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات والانتصارات الفتره اللي جايه. وعلى ذكر كولر برضو عايزين يعني نتكلم شويه عنه، خصوصا ان احنا الى حد كبير الحقيقه نقدر نقول ان احنا كل يوم والتاني بنكتشف فيه حاجات بتتجاوز بقى الفنيات. يعني مدرب عنده شخصيه، ودي حاجه واضحه جدا، مدرب عنده كاريزما قويه، مدرب عارف ازاي يشتغل على لعيبته بشكل احترافي. امبارح بالمناسبه كاف اذاع تسجيل صوتي عباره عن جانب كده من كواليس حصلت ما بين اللعيبه وبين كولر بعد طبعا ماتش ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. قال كلام كله حماسي جدا، كلام من عينه نخلي بالنا يا رجاله، ما حدش فينا قبل الماتش ده قال انه هيبقى ماتش سهل، احنا قلنا من اسبوع اننا محتاجين نجيب جول هنا، لسه حظوظنا زي ما هي وعايزين نجيب جول، نضغط قدام ورا يمين شمال، هو ده اللي احنا محتاجينه. كل الكلام ده جاء على لسان كولر. بالمناسبه قال كمان فكروا في اولادكم كويس وفكروا في عيلتكم كويس لما تتكلموا معاهم، يعني كل واحد من عيلتكم عايز الكاس ده، فالناس في مصر كلها مستنية هذا الكأس. فطبعا ده كلام كفيل ان هو يعني ايه يعني يحمس اللعيبة، والحمد لله شفنا انعكاس طيب جدا لهذا الحماس اللي كان موجود عنده هو الاول، وبعد كده بطبيعة الحال انتقل لكل اللاعبين. فالحقيقة كلمة حق لازم تتقال في حق الراجل ده. بص اتكلم هو في حاجات كتيرة جدا، منها تحديدا كمان الدوري، لان بعض الناس لما كنا بنتكلم في الخبر اللي فات يعني كان مش هقول متخوف لكن قلقان شوية، يقول لك يعني دلوقتي بيراميدز متصدر 64 الاهلي 62. طب ايه، ما انا كنت بقول لحضراتكم انا وكريم في البداية احنا عندنا لسه 7 مؤجلات، فانت ممكن توصل لو فزت في كل المؤجلات دي تطلع من 62 توصل لتقريبا 76 نقطة، فنتمنى طبعا الفوز، فده مش قلقنا ابدا ان انت عندك 7 مؤجلات، فده امر خلاص كدوري مش قلقانين منه. خليني كمان اروح استكمالا لكلامك، لان هو برضو قال كلام او استهل كلامه بكم نقطة كمان عجبوني جدا. هو قال يعني هو قال ان هو بيدعم الفريق نفسيا جدا، وكان يعني مركز قوي على دعمهم نفسيا لما قال تحديدا احنا كسبنا يا جماعه، لان كلهم كانوا في اوضه اللبس وده اللي عرضوا الكاف، كانوا مش بيحتفلوا او كان احساسهم ان هم ما فازوش، يعني ان احنا في مباراه الذهاب ما حققناش حاجه، وده مش يعني مش صحيح تماما، احنا كسبنا 2-1 احنا ما خسرناش، ده اللي اتكلم عليه واكد عليه كولر في اوضه اللبس في مباراه الذهاب. هو قال كده، هو قال يعني انتوا المفروض ان انتوا تفرحوا، احنا كسبانين وهنكسب كمان هناك، ولازم انتوا تبقوا مؤمنين ان احنا هناك هنقدر ان احنا نحقق مش بس جول واحد لا جولين. ده الكلام اللي اكد عليه كولر، فاعتقد يعني دي فيها بث لروح معنويه بشكل كبير جدا يا كريم. أكيد. انا بشوف ان المدير الفني اللي بهذا الشكل بيدي دفعه كبيره ان انت تبقى واثق في نفسك كلاعب ان ما حصلش حاجه، انت كده كده كسبت، حتى لو انت رايح 50-50 زي ما احنا كنا بنتكلم، لكن انت قدرت في الاياب فعلا انت تحقق جون واثنين زي ما كان كولر بيتحدث، فاعتقد ده برضو دل على شيء فيدل على نجاح وذكاء المدير الفني. اكيد اكيد طبعا. لا طبعا للامانه احنا ممكن نخصص حلقه كامله نتكلم فيها عن ملاحظاتنا عن التطوير اللي حصل في الفتره الاخيره وعلى انعكاسات اسلوب وطريقه وشخصيه وكاريزما المدير الفني مستر مارسيل كولر، وانعكاسات هذا الامر بشكل ايجابي جدا على اللعيبه فرديا وجماعيا زي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه. على كل الاحوال يعني تعالوا نسمع جزء كده من كلام كولر من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. يعني تون الصوت اللي حضراتكم سمعتوه اللي بيكلم بيه مستر مارسيل كولر ده تون صوته بعد نهاية مباراة هو فايز فيها
فده بس يدينا فكره كده عن طريقته في تحميس اللعيبه وتاهيلهم للمباراه اللي بعدها، وقد كان الحمد لله رب العالمين ورجعوا لنا بالكاس منتصرين، ويا رب دايما منتصرين. تعالوا بقى نروح